السلام عليكم خاوتنا. السلام عليكم الياس. سلام ورحمة الله. صحيت عمر؟ صح أخويا الياس. وين رانا هنا الياس؟ رانا في حسين داي قدام المركز البريدي تاع حسين داي بوست على حسين داي. والمركز الثقافي راني نشوفو لتحت راه صغير هيكا. المركز الثقافي داروا له واحد الفوسيفيسه. رانا في حي سيتي عميروش. فوالا. واليوم ان شاء الله رايحين نسوقو لهادو الاحياء جدد، واحد من الاحياء جدد اللي بناو السكنه تاع لا ديال والسكنه تاع السوسيال السكن الاجتماعي اللي اسمه رحمانية. اللي ما يعرفش الرحمانية يتبع حسين داي الرحمانية الباركور. صح خويا الياس. او كاين هذاك البرنامج نتاع الاخر تاع السكنه فوالا اسمو البرنامج السكني تاع عدل هذاك يا اخي، هكذا البروغرام تاع اللوجمون لا ديال نتاع لا ديال. بناو السكنه تاع عدل في 2001 2002 كان واحد البروغرام سكنوا فيه الناس اللي ما عندهم سكنه، ومن بعد زادوا ثاني دركا داروا برنامج واحد اخر نتاع السكنه في 2013 بارك الله فيك الياس. وراهم يكملوا في السكنه ويكملوا في بزاف احياء سكنيه جدد اللي راهم لهيكا في لا سيتيات. حنا نقولوا لا سيتي هنا في الجزائر، راهم يبنيو في بزاف لا سيتيات هنا في الجزائر. وبين السيتيات راهم يبنيو فيهم كاين واحد لا سيتيات راهم الفوق في الرحمانيه. في الرحمانيه واللي ما يعرفش الرحمانيه لي زونفيرون تاع سيدي عبد الله. سيدي عبد الله قريبه للزرادله، قريبه لزيرالده. زيرالده ولا زرادله تاع البكري يقولوا زيره زرادله. زرادله هذه هي. والان باش تروح ليها لازم تحكم تدخل في الطريق تاع بن عكنون ولا لوطوروت تاع بن عكنون. رانا في حسين داي درنا دومي تور فير هادي سيتي عميروش. سيتي عميروش هاي لا سيتي عميروش. حي عميروش. حي عميروش سماو على واحد الشهيد الله يرحمه، عتيق عميروش. الشهيد الله يرحمه عميروش ايت حموده اللي هو واحد من الشهداء الكبار نتاع الجزائر. دركا رانا نروحو على اليمنى باش هنا شارع فرنان حنافي. شارع فرنان حنافي واحد من الشوارع الكبار ولا الاساسيين نتاع لوساندي ولا تاع حسين داي. وهاد الحياده تاع حسين داي سماوها على داي حسين التركي الاخراني ولا الداي الاخراني نتاع الترك ولا العثمانيين اللي حكم الجزائر. حكمها حتى 1830 كي دخلوا الفرنساويين، ومن بعد راح هو راح والفرنساويين صدموا. هذه هي هنا يا رانا فاريزي دونس. رانا فاريزي دونس حي ارماف لا سيتي ارماف. هذا تاع اليسرى الياس. اليسرى ومن لاريزي دونس هاي لا بومبا ايسونس تاع لاريزي دونس. كيفاش يقولوا لها بالعربيه؟ حي الاقامه العائليه. حي الاقامه العائليه ولا بالفرنسويه لاريزي دونس فاميلي. راه يبان مقام الشهيد منا. مقام الشهيد. وهنا المقر تاع الميترو تاع الجزائر. مؤسس الميترو تاع الجزائر لا ديريكسيون جينيرال. ونروحوا فير كشغل رانا رايحين لرويسو. هادي المضرب هادي يقولوا له رويسو هاد الجهه هادي كامل. دوكا حاليا راهي سي لوخر زاباطا. هادي ساحه زاباطا. زاباطا ايميليانو زاباطا. ايميليانو زاباطا الثوري المكسيكي. يعني هذا باش الجزائر يعني دارت يعني شرفت بهذا الثوري المكسيكي ايميليانو زاباطا. وتبادلا مع المكسيك. هاي اللي كانت سيبو ثلاثة بلاكات القبة وزارة الخارجية وزارة الثقافة. من اللي نروحوا لبن عكنون؟ من اللي نطلعوا لبن عكنون؟ من بن عكنون نكملوا الرحمانية. فوالا. ماذا المكسيك دارت تمثال نتاع الأمير عبد القادر عندهم تما في العاصمة تاعهم في مكسيكو. احنا باش نرجعوا لهم يعني الخير تاعهم احنا ثاني درنا ايميليانو زاباطا، تمثال تاع ايميليانو زاباطا هنا في الجزائر. في الجزائر العاصمة. هذه طلعت عند دريد حسين، كاين هنا المستشفى نتاع الامراض العقليه تاع دريد حسين. الله معروف دريد حسين. مستشفى دريد حسين. هذه هي طلعت عند دريد حسين يا اخي. الرحمانية وحده من البلديات. وحده من البلديات نتاع الولاية تاع الجزائر وهي الطرفانية، وحده من البلديات الطرفانية تاع في الغرب تاع الولاية تاع الجزائر. كلية كانت ماشي معروفة كامل قبل ما يديروا فيها هاد المشاريع. كل حال انا سقسيت عليها قال لك ستادير منطقة ولا ستون زون صغيرة. فهمت؟ ريفية. منطقة ريفية صغيرة رحمانية هادية ودوكا توسعوا توسعوا البنايات ومنها. على كل حال الناس اللي بعتوها كاع لسيدي عبد الله
عند سيدي عبد الله كامل كتبوا لهم سيدي عبد الله ما كتبوا لهم اللي بعثوهم للرحمانيه ثاني كتبوا لهم سيدي عبد الله سيدي عبد الله ويا الرحمانيه في الله. وشنو زرد لا جايه على الساحل جايه على البحر وسيدي واسمها هذه الرحمانيه جايه لداخل جايه في الارض جايه في البر قريبه للدويره ثاني قريبه للدويره قريبة للسد تاع دويرة الباراج تاع دويرة تاع الماء انا تقربنا لهنا على اليسرى تاعنا القبة وكاريدي القبة رانا رايحين للكاريدي وعلى اليمنى تاعنا جايه واسمها هذيك لي زناصير لي زناصير حي العناصر اكو شوفوا داك الجردع تشوف الياس الجردع هذايا جاردينا حديقه راهي هنايا قدامنا شابه فيها وشحا وشنو ماشي مزربه ماذا بينا يزربوها باش الدراري كيطيح لهم يطيح لهم البالون ولا ما يحبطش لهنا البريق باش يجيبو هنا كاع اليسرى كاع القبه وفيو كوبا القبه القديمه انا درك هنا هذه الدخله تاع كاريدي كاريدي الثانيه كاريدي الثانيه حنا نكملو تو طوبه كاريدي دو فير بالعكس هذيك الحفرة لازم يبان هذاك السويكلاص باش يبان تما تبان طريق لو كان ما يبانش هذاك السويكلاص شوية ما نقدرو تسمى نصورو السما الكراروس وما يبانوش هاي اللي وصلنا للتقاطع هذايا حراش دار البيضاء بن عكنون بير مراد رايس حنا نحكموا بين بن عكنون بير مراد رايس بن عكنون بير مراد رايس على اليمنى والدار البيضاء والمطار من على اليسرى حنايا حنا اليوم ما راناش رايحين للمطار من هذا بن عكنون هذه هي تهمنا بن عكنون وشنو كاين شويه زحمه هنايا بالك معروفه بن عكنون هنا هذه لاكوط هذه طلعت على لاكوط هذه هي معروفه بهاد الزحمه هذه ما نعرف شحال راهي الساعة دركا فاتت 11 ونص هذه هي وشو الحمد لله كي نلقاوها هكذايا راهي هايلة الزحمة هذه كي نلقاوها هكذايا رانا هايلين رحمة ربي رحمة ربي هاي الباطيمة تاع سيفيطال الشركة تاع سيفيطال اللي تخدم الزيت شركة خاصة هذه شنو كاريدي وهاي طلعت على اليسور هذيك راك تشوف التجاوزات الخطيره يجوز قدامك خبط يشعر عليك كما نقولوا حنا هنايا شعره يقيسك جسمي شاع عمارة هاي جسمي شاع صباح كان تصب الشتاء غيوم الدنيا ودركا ولات السميشه راه وصحه الحال رانا في مارس تاع 2021 رانا نتقربوا جو ربيعي رانا نتقربوا لسعيد حمد الدين لحي سعيد حمد الدين البرنامج هذا تاع السكنه تاع لاديال المديرية تاعو ولا المقر تاعو رانا قربنا نلحقوا ليها العمارة ولا المقر ولا السياج تاع اديال الوكالة الوطنية لتحسين وتنمية وتطوير الساكن راهي هي لاديال البناية تاعها راهي دوك نلحقوا ليها تكون على اليسرى تاعنا في سعيد حمد الدين دائما تكون زحمه هنايا بين لاكوط وسعيد حمد الدين مازال الغيوم الياس الغيوم مازال شويه على هاي البنايه تاع اللي رايح على اليسرى وين كاين اس ار اش هذيك وكاين اديال على اليسرى تاعنا هذيك هي المقر تاع وكاله عدل تاع السكنه عندنا بزاف برامج تاع السكنه هنا في الجزائر كاين
السكن الاجتماعي، كاين السكن الريفي اللي يسكنوا في الريف واللي يسكنوا في البلاد، وكدور تعاونهم الدوله باش يبنيوا سكنه، وكاين هادو تاع اديال، وكاين البرنامج الناس اللي عندها دراهم تقدر دير البيبي، والناس اللي عندها دراهم ولا عندها دخل عالي شويه هكذا يديروا البيبي فوق 100,000 لوجمون بوبليك بروموسيونال ولا الساكن العمومي الترقاوي هكذا السكنه تاع البيبي. هنا كاينه جاردينه على اليمنى، الجاردينه تاع سعيد حمدان راهي على اليمنى، ومن تما اللي تدخل على اليمنى ثاني اللي تدخل لبير خادم، الحي بير خادم، وتي قصراينه، تي قصراين واحد الحي كبير. راكو تشوفوا الزحمه خاوتي، زحمه كبيره وقيله راهي هنايا بين سعيد حمدين وسيتي مالكي وبن عكنون. هنايا هاد الطريق هادي، اما دركا اذا كانت الزحمه هذه في اول، حنا رانا رايحين نحبسوا التصوار لخاطر ما ينفع والو نصوروا لكم هكذا كاع الزحمه هذه اللي وين نقعدوا نمشوا برك هكذا شبر شبر. راكم تشوفوا هاد الكراروس راهم كاينين منا حتى حتى الفيراج صحيتو خوتي. دوك نكملوا. راكم تشوفوا راهي تمشي شويه الزحمه هذه، هاي الدخله تاع حضره على اليمنى تاعنا. نكملوا معاها بالعقل بالعقل برك، هذه هي مسكينه معوجه خصنا نطلع له تاقه. اي والله انا ماشي لسيتي مالكي هنايا، رانا نقطعوا في القنطره تاع حيضره. هاي تسرحت شويه، رانا هذا وين فتنا دخله تاع حيضره، وهذه الدخله تاع الفال ديدره واد حيضره والابيار. اللي تدي البيار هذه هي، تدي البيار والبوارسون. و سيتي مالكي حي مالكي راه يقابل فينا الهيكا في الافق. رانا نتقربوا للدخله، معليش رانا نتقربوا للدخله تاع البيار. شنو واحد الكونسون معليش فوالا، هاي تسرحت شويه تسرحت. خلاص رانا تقدروا تقولوا بلي لحقنا لسعيد حمدين. استغفر الله يا ربي، سمحوا لي لبن عكنون، قريب نلحقوا للدخله تاع بن عكنون، الدخله تاع السبيطار. الإشراء تاعنا كاين جامعة تعليمية في سويلين درسوا العلوم السياسية، يعطيك الصحة. والإعلامة كاين هذيك الصحافة. ولا الطريقة تمشي خلاص، راهي مسرحة إن شاء الله هكذا تقعد مسرحة حتى لهذيك الدخلة اللي دخلنا للرحمانية. اليمنى تاعنا دخلة تاع بن عكنون، السبيطار تاع بن عكنون، السبيطار تاع العظامة، السبيطار تاع بن عكنون المعروف شمال بن عكنون. على كل حال بن عكنون فيها كثافة سكانية بزاف، في لوطورو تاع بن عكنون كي تكون السيركيلاسيون غير تفوت الدخلة تاع بن عكنون ينقص تنقص بزاف، تفيق بلي الناس كامل تدور في بن عكنون. كاع تدور في الدورة تاع بن عكنون. سما يجوا بزاف الناس، كاين بزاف اللي يقراو هنا واللي يخدموا هنايا. يخدموا هنا، وثاني كاين عفسة من بن عكنون تما يقدروا يروحوا للعاشور، يروحوا ل رانا شفنا واد الرمان العاشور. واد الرمان العاشور كاع يروحوا يبريفير يقطعوا من تماك. والعاشور أو الحي هذا تاع العاشور ويقابلنا هنايا. هذه هي السكنة تاع الصحراوي، هذه جاية في العاشور. تاع الصحراوي. هنا كما نقولوا حي العاشور ماشي بلدية العاشور ديك تاع بليدة ياك، خاطر كاينة بلدية في بليدة واسمها العاشور. هنا ماشي ماشي حاجة وحدة،
العاشور والعفرون هذوك هذوك بلديات راهم في ولاية بليدة. هنايا عندنا العاشور تاع الجزائر تاع العاصمة. أنا جزنا للأس تاع بن عكنون. الأس تاع بن عكنون هو سيكسيون تاع لوطوروت برونسيون تاع لوطوروت. هذه الدخلة تاع بوزريعة و شيفاليي اللي حاب يروح وبلعب 5 جويليا وبنيمس. أي والله هيكا الدخلة تاع عين الله باش تروح لعين الله ولديل إبراهيم وين راك تشوف هذيك القنطرة هذيك. شوف البلاكة تاع العاشور ثاني منها ثاني تدخل العاشور والدرارية هادو كاع متقاربين. عندك العاشور الضرارية وواد الرمان كامل متقاربين بيناتهم. الدخلة تاعهم كاع دخلة وحدة. طبعا عندهم دخلة وحدة أخرى منا تاني تاني من تما اللي يدخلوا لولاد فايد. هذه كاينه الدخله تاع بابا حسن ديال ابراهيم. هنا كي يدخل من على اليمنى ديال ابراهيم وعلى اليسرى اسمه بابا حسن ديريكت شراقه. هذه الطريقه الكبيره ديريكت شراقه قباله كي نروحوا قباله. كي نروحوا قباله نلحقوا للشراقه والزرادله وبعد نكمل حتى لتيبازا حتى الولايه تيبازا. بصح حنا ندخلوا قبل ما يعني ما نلحقوا المضرب الضارب هذوما. هنا دركا خلاص جسنا على دين ابراهيم على بن عكنون ودين ابراهيم وعيد الله. رانا نتقربوا للمنطقه تاع ولا جهه ولاد فايت. هنا في ولاد فايت يا الياس كاين حضيره الرياح ياك لو بارك دي غران فون بارك دونيا اكس بارك دونيا. بدلوا له اسم بكيني كانت حاضرة دونيا وفيها هذوك الفرفارات نتاع الريح نتاع توليد الطاقة بالريح ويجوا بزاف الناس باش يحوسوا هنايا. يجوا بزاف الناس هكذا قلت لي الياس. يجوا راكم تشوفوا هذيك القنطرة مساحة خضراء كبيرة. القنطرة هذيك تربط بين جهة تاع اليمنى والجهه تاع اليسرى تاع هاد الحظيره تاع هاد البارك. الياس راك تشوف هذيك هذيك البنايه هذاك هذيك الباطيمه اللي راهي تبان الهيكل البيضاء عاليه دوك تبان لنا على اليمنى هذيك باش يكون في علمك يا الياس. واسمها هوليداي ان راهي فندق راهي اوتيل ما عندوش بزاف من اللي يكملوه بالبنيان ودوك يبان لنا. والحين تاع ولاد فايت راهو على اليسرى الياس على اليسرى لا ديال ولاد فايت ولا ديال ولاد فايت. السكنه ولا برنامج البرنامج السكني تاع ديال تاع ولاد فايت. ها وليك هذيك الباطيمه تاع اليمنى يا الياس اسمها هوليداي ان وهي الباطيمه العاليه كامل هنا في الولايه تاع الجزائر. وقيلة فيها اذا ما رانيش غلط فيها وقيلة 95 متر ولا 105 متر في الطول. اوكي 105 متر هي العاليه كامل و اللي كثر منها هي الباطيمه تاع هي صغرها ربي هنا في العاصمه. هنا في العاصمه اللي طويله عليها هي المئذنه تاع الجامع الكبير تاع الجامع الكبير بارك الله فيه اكثر من 260 متر 265 متر راك تشوف تسمى راه اكثر من الضعف نتاع هاد الباطيمه هذه اللي راك تشوفها نتاع اليمنى هنايا واللي هي راهي في الشراقه. هنايا هذه هي الباطيمه راهي جايه في الشراقه. رانا دخلنا دركا للمنطقه ولا الجهه تاع الشراقه. وشنو حنا ثاني دركا نبداو نزيرو على اليسرى على اليمنى استغفر الله ربي باش نطلعوا
نقطة العالي لازم نطلعوها وندخلوا الجهة الرحمانية. ندخلها انت عمر ما ندخلوهاش من هذه الدخلة اللبنانية ياك عمليتها شراكة هذه هذه الدخلة تاع الشراكة الشراقه عين بنيان عين بنيان على لي دون تدخل الشراقه هنايا على لي تما تروح كذا حبيت تروح لعين البنيان على البحر اللي راه جايه على البحر تجوز على الشراقه وبعد تجوز على واحد الحي اسمه لي دون بصح حنا رانا داخلين في الطريق هذيك تاع اللي تدي البليده دويره بليده ولاد فايت ولاد فايت دخله واحده اخرى تاع ولاد فايت باش تدخل ولاد فايت بالغرب هذه هي الطريق اللي راه وصلنا للرحمانية إن شاء الله دويرة بابا حسن شنو حنا ناخذو طريق تاع الدويرة ما نعاودوش نولو للجزائر وبن عفنون اللي جينا منهم وكما قلنا باللي وسمها الرحمانية قريبة الدويرة في هذيك الجهة عندو دخلة منا قنع الله والهيكاية ليا صايي تبان لوبيرا تاع دزاير مور هادوك الشجر وهي بناية لوبيرا تاع دزاير هي بناية بناوها شناوة بناتها الصين وعطاتها هدية لدزاير مركز لوبيرا ناخذ دوك الطريق نتاع الزرادله والسويدانيه زرادله سويدانيه كما راك تقول او تقول هنايا البلاكا 140 متر باش ندخلوا لهذيك الدخله معناتها نقعدوا غير على اليمنى تاعنا او كاين العواد هنا كاين هنا كاع الفلاحه كانت كاع فلاحه هنايا سويدانيه ولد فايت ميدانية دويرة بابا حسن 2006 كما راكم تشوفوا انترسيكسيون كملوا فوالا هذه هي خوتي هذه هي فير دويرة بابا حسن الانترسيكسيون هذيك كملنا قباله كملنا قباله داخل واحد المال الزرق نعطيك عدل على على عدل ولا تفايد جيت لهنا انا عمر
عاد الفايت جد عنده واحد هنا باش يكمل هاد السكنه تسكنت خلاص سكنوا صحاب 2001 2002. هذا هو البرنامج الاولاني، هذا جزء من البرنامج الاولاني تاع اديا. جيت حبيت نكري هنايا، جيت عند السيد هادو اللي يبيعوا الحوت الخضراء اللي يشوفوا ما بيتي يستعملوا هذا الماء الزرق. ما نعرف بالك فيه كاش محلول ولا فيه محلول فيه نينج ولا باش شنو باش الحوت يقدر. توجور انا قباله زحمه هنا ثاني دوك نجوزو جوزوها ما كنا نصوروها هنايا وشنو راه رايحين نكملو قباله برك. اكو تشوفوا رانا جينا على حي هنايا راه مازالوا يتبنى وهاد المناطق كاع راهم يتبنوا يبنيو فيهم السكنه تاع لاديال تاع برنامج اديال مشاريع وكانت عندهم. اي والله هادي تنجم تكون تابعة لولاد فايت ولا لا بقيت ما كاش مشاريع سويدانية ومن هنا يقدر يقول لهم ولاد فايت ويبعثوهم من هنايا. هذه هي اللي راهم معمول به جديد كيما حنا في جماعة الرحمانية كانوا يقول لهم راه خلوني نبعثكم لسيدي عبد الله. هادو رانا نشوفوا فيهم راهم بعد على ولاد فايت يقولوا لهم ولاد فايت بروجي وتيستيني من ولاد فايت. ايوا ما شاء الله. هادو ال بي بي دي كليماتيزر هادو مازال تاني ما تسكنوش هي صرنا علمنا المنطقة هادي تاع ال بي بي هذاك السكن كيفاش يقولوا بارتيسيباتيف بيبليك بارتيسيباتيف. اي والله العمومي السكن العمومي التساهمي هادو ال بي بي هادو غاليين على السكنة تاع لاديال. هادو غاليين حاجة مليحة تسمى اللي يستفيد من هذه السكنة هذه لازم تاني يكون يخلص مليح فوق 108 ألف دينار. 108 ألف دينار صوميمي هذيك السحمات سرحت رانا مازلنا في طريق بليده ودويره كما قلنا رحمانيه قريبه الدويره. انا غير نشوفو في السكنه الجديده على اليمنى تاعنا هادو كل مشاريع عدو ومشاريع البي بي قالك انا بالك الرادار الياس ما لازمش نجرو بزاف ما عنديش بزاف نحاولي البيرمي تاعي على جال الرادار في عين البنيان. هذه هي راك تشوف دخلت على باب احسن وشنو الدويره مازالها قباله
عندنا سكنه واحده اخرى راكم تشوفوا الهيكا هادو كاع كل سكنات عادل سكنات قايد بي بي هادو سكنات عادل هادو ايوا بالبال كليماتيزور سكنات هادو ما شاء الله هادو سكنات دويره برنامج 357 مسكن دويره نتاع اديال اديال عادل دويره ايوا هادو مجموعه الدويره من عندنا صحتهم ناخذوا هذه تاع الزراد لو تي باصا الياس انا نشوف جاز طومبيلونس ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله راك تشوف هذه السكنه قاعده راهي تقابلنا الياس الله يبارك الطريق اللي تدي للزرادلة و تيباصا يتسمى ملي دخلنا في هذيك الطريق نتاع الشراقايا الياس كملنا قبالة برك ياك ديك الصحراء واش في النهار تسنى على هاد السكنة هادي يا الياس وليك مشروع واحد اخر أما تقدموا جاب لي ربي زادوا تقدموا على حساب واش كانوا دويرة هذا المشروع الثاني تاع دويرة كاين تاع زوج دويرة هذا المشروع الثاني كاين واحد قدام السطاد وواحد يقابلو المشروع الثاني تاع دويرة هاي الرحمانية هاي بلاكة هاي دويرة الرحمانية يعطيك الصحة هاي ديك راكم شفتوها دويرة الرحمانية على اليمنى عملوا مليح كي حطوا هاد البلاكه هنايا باش الناس تعرف هاي ديك واحده اخرى الرحمانيه اي والله كتبوا لك بام سيدي عبد الله وهنايا خلاص نقشوا على خاطر رايحين نخرجوا من الطريق السريع ولا من لوطوروت ندخلوا المنطقة تاع الرحمانية ولا الجهة تاع الرحمانية شوف الياس الخضورية لهيكا شفت هذوك التلال هذوك شوف السجر الله يبارك الله يبارك راه ميموزا السجر الميموزا هذو خرجوا كاع الورد خرج وراهم او تقريبا او يتقرب الربع ولا اليوم شحال رانا في التاريخ الياس رانا 19 غير غدوة ان شاء الله يدخل الربيع 21 مارس انقلاب الربيعي الناس اللي يسكنوا كاع هنايا مبروك عليهم ان شاء الله يشوفوا الخضوريه هذه الشابه وهذه المراجع المرجات هذو الشابين وهنا راكم تشوفوا في البلاكا سويدانيه على اليمنى ورحمانيه على اليسرى دويره ورحمانيه على اليسرى هكذا الياس هكذا اسمعوا قالوا لي بلي تسمى صحاب الرحمانيه كيحبوا يخضوا ومنها يروحوا للدويره اذا حبوا هنا راكم تشوفوا كاين رون بوان هاي ديك لعبه راه سويداني على اليمنى على اليمنى تاعو والرحمانيه يدير رون بوان يدير رون بوان على اليسرى للتذكير الرحمانيه عنده زوج مشاريع الكي 19 والكي 18 نتاع اديال للزوج ايوا كانت عادله في زوج كاين الكي 18 والكي 19 ايوا والله فين كي تروحوا الرحمانيه تاكدوا اذا كنتوا رايحين كاش ستادير اذا كنتوا رايحين لكاش حي عدل ولا عائله ولا قولوا لهم الكيو 18 ولا الكيو 19 كاين اثنين ايوا كاين زوج مشاريع وحنا وين انا رايحين الياس الكيو 18 بيان سور 18 فوالا استنى نشوف نحبسوا برك هنا دقيقه برك ومن بعد نكملوا انا راح ندورو على اليمنى ندورو على اليمنى فوالا خاوتي رانا دروك ندورو على اليمنى فوالا كي جسنا برك على البراج هذاك دوك ندورو على اليمنى هكذا
دركا رانا رايحين قباله للرحمانيه، تقدروا تشوفوا باللي الطريق راهي كاع شويه مدعومه، مديه الاولى راهي مضيقه والثانيه راهي معمره هكذا بالعرورات. خرج شويه الطريق عمان شويه قيسوا شويه تكرفينك شروده. استنى تشوف هنا، خلي الموطو اخرج التراك شويه، فوالا يجي لهنا ما يمشيش على الطرف بزاف. هنا قالوا راحين يبنوا جامع اللي صراهم يا مسجد، وكاين جامع مسجد راحين يبنيوه راه غادي اليوم راه هكذايا. واحد الخضوريه على اليسرى تاعي، واحد المرجع الربيع الربيع يبارك. الله يبارك الله يبارك مضرب شباب. اكو تشوفوا الطريق راهي الحاله سيئه تاعها على الكوامن الكوامن هادو كاع راهم يجوزوا منا على جال على جال على جال دوك واسمو الشوانط الكوامن تاع الشوانط تاع نقدر نجوز منا. تقدر تقدر عمر جبد عندك شويه برك باسكو الحفره راهي هنايا. نمشي عمر عاود هنا كتبوا باس دو في ياك باس دو في عمر باش على الخدامين على العمال يخدموا في المشاريع تاع تسمى كيما نقولوا قاعدة حياة وين يويو الخدامين راهم ساكنين الخدامين هنا اللي راهم يبنوا في هاد المشاريع هادو. راك تمشي بزاف في الطرف جبد شوية ازيدي هنا راهي تسقمت شوية الطريق كومام عامره شويه الحاله مع الخرجه تاع رحمانيه ما تمشيش في الطرف اصلا فيتاس وتدخل الوسط. نستناو هذا الكاميو يجوز على خاطر ما شكيتش نقدروا نتقاسموا الطريق كيف كيف. هذا هو هذه هي الجهه الواعره كاع في الطريق هذه تاعنا. على كل حال كي يخلصوا هذو المشاريع تاع عاد يخدموا الطريق يخدموا الطريق وقال لي قال لي واحد بلا راحين يديروا اوطوروت يفتحوا طريق سريع. راك تشوف هذاك الفريجيدار حمار لا عمر حبيت الفريجيدار فوق الكاميون اللي كا حبيت نقول لك بلي بغيت نقول لك على هاد نستدير الطرق هادو تاع الصغار هادو ما يخدموهم مع الوقت يخدموهم يخدموهم يخدمو كي تي كي اكونديسيون تنتهي الاشغال. هذه هي هذه هي الياس وراك تشوف الشاطيات اللي كام يخدموا في البيطون الهيك بيطون سير بلاص هم يخدموه الهيك راكم تشوفوا دوك البروج كاع تاع الخلاطات هذوك كاع تاع البيطون اللي يخدموا في البيطون. راك تشوف هذاك الفريجيدار اللي نطلعوا السيد هو لازم يربطو هذا دو سكوتش ولا مربط يربطو خاطر دوك تنقلع وتطيح في الطريق وتقدر دير حادث يا اخي هكذا. ودركا على اليسرى تاعنا كاين الباراج هذا تاع الاخر تاع الدويره راني نقدر نشوفو منا بصح ما نقدرش ندورو الكاميرا. كاين واحد السيد اللي راهو مع الدود تاعو واقيل واش لا واش تقول لياس اللي ما شاء الله. نشوف واحد المرجة شابة بزاف على اليسرى تاعنا كاش خطرة نجيبو كاميرا في يدنا ونروحو نصورو كاع هاد المضارب الشابين. يسوق كروسه تاع شركه يقدر يسوطي بها كيما يحب كيما يحب فوالا يكسر لها لا سوسبونسيون تاعها ما تحلوهاش فوالا معليش. مالا هنايا توجور اول مركز البريدي تاع الرحمانيه والبلديه الرحمانيه هاي ديك بلديه الرحمانيه ما شاء الله صغيره متحوفه ملي كاين المواصلات على كل حال كاين المواصلات والله ثاني. رانا نشوفوا مال المنشآت لي زانستالاسيون المنشآت تاع البيطون وني نخدموا البيطون باش يديوه للشوانط. جاب لي ربي ثاني الياس كاينه واحد الشركه تاع الدواء هنايا في هاد الجوايه هادو ممكن ممكن تصغر بزاف الكاميرا السرعه برك عمر هذا باكر ديك سحب الشوانط
درك هنايا بلا عقل برك، على خاطر عندنا هادو لي دينيفلي ولا هاد البلايص هادو لي وين الطريق مايله بزاف وفيها درجات، هنا البنادم يسوق بحذر برك وبريمير هكذا باللولة برك بالسرعه الاولى، ما كانش ما ديرش الثانيه ولا الثالثه، لا غير كي تشوفها هكذايا اللي ترمي الثانيه تاعك الشركه تاع الدواء واقيلا راه يتبان لنا الهيكه وما نعرف. على كل حال اللي نشوف هنايا مستقبل تاع الترقان والانفتاح للتقارب منها كبير كبار المشاريع هنايا المشاريع تاع الطرقات هنايا وشنو ما يزيدوش عام هكذاك ولا عامين راكو تشوفوا خاوتي تما شفتوا راكو تلقاو هكذا عينه نشوفوا مضارب كيما هذوما بصح مع الاخر نشوفوا مع عام ولا عامين يتسقموا ما تعقلش كاع كيفاش كانت وكيفاش ولات واش اللي يصدروا حنا على اليمنى ياك على خطر اللي صرا هنايا اجبد عمر راه يتبان لنا ورشه كبيره مازال ما خلاصتش ها ملي كسكنات هذيك الكي 18 هذا هو الكي 18 رانا في منطقه الرحمانيه كي 18 كي 18 ونزيدوا للقدام فار سيدي عبد الله ندخلوا الكي 19 رانا في الكي 18 حنا رانا في الكي 18 هذا هو المضرب اللي جينا باش نزوره هذا هو ندخلوا لداخل شويه اذا نقدروا تسمى باش نشوفوا نصوروا برك هكذا وين راهي لاحقه الحاله وبدا ملي كي 18 الله يبارك هذه هي السكنه تاع الطريقه على كل حال خدموا لهم جزء من الطريق بلا عقل برك حنايا بلا عقل عمر مازال ما تسكنوش هادو الياس مازال انا نشوف الشركه تاع غورباج هكذا وسمها بالتركيه ولا شركه تركيه اللي راه تبني هنايا واش تقول درك نخيرو نخلص نروحو على اليمنى ياك على اليمنى باش تخرج الرومبوا صحيت قل بلا قبل دوك اذا كان نقدروا ندخلوا كاين واحد الطريق تقول داخل قاش فيه السكاني ندخلوا بين الباريمات هكذا اذا كان خليونا واذا ما خلاوناش خلاص معليش ماشي مشكل المفيد هو ورينا الناس كيفاش يسوقوا من حسين داي حتى لهنا حتى الطريق الرحمانيه صحيت باش اللي عطاو لهم السكنه وهما من حسين داي يعرفوا كيفاش يجوا حتى لهنا ها قال الاقل يعرفوا منين يبداو الطريق ها ولا لا الياس ها وي نقول لهم يعرفوا اذا كان راهي في الشرق ولا في الغرب ها مليك الكي 18 ها مليك راهي علي بلاد تاعنا مع الفيار دي ها عم يخدموا لهم في الطرقات الثانويه لاسينيسمو في تريسيتي تريسيتي جو بونس كو خلاص ها مليك خدموا لهم تريسيتي الحوانت داروا لهم الريدوات نتاع الحوانت ديك الحوانت بالبارودار هادي هي ودرك هنايا خلاص جاب لي ربي طبعا هادي وصلنا للحد تاع وين ما نقدروش نكملو ما نقدروش نكملو خلاص تاع عمر كنا ندخلو من هنا تقدروا تشوفوا استنى تشوف دوك مدور طوموبيل هنايا تقدروا تشوفوا حتى الياجور اللي حطوه ولا الحجر اللي حطوه هنايا راني نصوره لكم يعني هكذا قباله الحجر اللي حطوه في الطريق باش الناس ما تدخلش خلاص منا ما نقدروش نزيدو خاوتي على كل حال نتمنوا الفيديو تاعنا عجبتكم درنا كاع واش قدرنا باش نصوروها كيما لازم الحال تلاقينا بشويه زحمه في الطريق ومنا اذا كان عجبتكم الفيديو تاعنا ديروا لها جام ولا ديروا لها عجبني هكذا بهذاك اليد هذيك اللي طالعه وما تنساوش تشتركوا معنا تابونيو معنا باش نزيدو نصور لكم فيديوهات واحد اخرين يا خاوتي والسلام عليكم ورحمه الله وبقوا على خير السلام عليكم صحه